مشاهدينا متابعونا الاعزاء، نتواصل معاكم من جديد مرة اخرى بعدما انقضى اول الرموز والكأس الغالية ذهبت هناك مع الكعبي الذي قدمها بذلك الاداء الجميل لتأتي بالانتصار وتهدي الناموس الى مالكها طلال بن مصبح بن سحيم بن علي الكعبي وتستاهل اول الكؤوس. بندقية القعدان الحاضرة في هذه اللحظات هنا مع شوط القعدان، هنا البندقية الحاضرة، هنا لسن اللقاية 4 كيلومترات، هنا الرحلة الحاضرة والمنطلقة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات التي تبحث عن هذه البندقية الغالية في هذا المساء التراثي. أمسية اللقاية أتابع الصدارة هنا بهذه الانطلاقة. متعب من ياتي مع المركز الاول طلال بن مصبح بن سحيم بن علي الكعبي الذي يقدم شعاره مثل ما قدمه هناك شديدة لتأتي بذلك الكأس الغالية. اما المركز الثاني القادم والحاضر هنا في هذه اللحظات معطش قادم لمحمد بن جمعة بن عبيد بن دبيلة الفلاسي يأتي مع هذا الشعار ليقدم معطش. معطش يبحث عن البندقية الغالية في هذا المساء، بينما ثالث المراكز القادم نجد هنا للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يأتي مع المركز الثالث. رابع الأسماء وصل في هذه الانطلاقة، وصل مهول علي بن عامر بن سعيد الغفالي أهل السلطنة قادمين وحاضرين، ويغير المركز الرابع إلى المركز الثالث. خامس الأسماء القادم والحاضر هناك من الزاوية الصعبة القادم والمنطلق بهذه الاندفاعة بهذا الأداء الجميل. هنا متعب قادم دويس بن محمد بن مبارك الشامسي بدأ يصل مع المركز الرابع، بينما خامس الأسماء تدخل في هذه اللحظات وحضر الشامي هنا مبارك بن محمد بن ناصر الحباب الهاجري القادم والحاضر هناك من ميدان التحدي ميدان الشحانية. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء الحاضر للمراكز الخمسة الأولى بقصة هذا الرمز. هنا البندقية الحاضرة، هنا البندقية المنتظرة لصاحب المركز الأول. لا زال الكعبي يقدم هذا الشعار وهذه الاندفاع المميزة هنا مع المركز الأول. الأول هنا متعب طلال بن مصبح بن سحيم بن علي الكعبي لا زال مع هذه الاندفاع، لا زال مع هذه الانطلاقة يبحث عن الرمز الثاني في هذا المساء. اذا تمت الامور يا الكعبي على نفس المنوال وعلى نفس السيناريو راح يكون الكاس باليمين والبندقية باليسار. الله 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 الله، المركز الثاني اشوف القادم والحاضر في هذه اللحظات مهول وصل هنا لعلي بن عامر بن سعيد الغفيلي تدخل في هذه الانطلاقة مع المركز الثاني، بينما ثالث الاسماء شوف اللي واصل من عمق الميدان هنا ظاري تدخل عبد الله بن سلطان بن صريدي الدرعي وصل مع ثالث المراكز. ورابعا هناك القادم متعب ادويس بن محمد بن مبارك الشامسي قادم والواصل ايضا هنا من عمق الميدان الذي بدأ يتدخل. هنا القادم فعل قادم محمد بن عتيق المقعود يا الفلاسي، اهالي الاحباب حاضرين وقادمين باحثين عن قصة هذه البندقية. الكيل الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك وروح
روح يا اللي تب البندقية يا اللي تب الانتصار، روح لك عبي، روح مع هذه الاندفاع، روح 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 هنا. ولكن المقعودي، خطورة المقعودي واردة، وهناك لك عبي مع المركز الاول يقدم هناك في هذه الانطلاقة متعب والقاتم ايضا في هذه اللحظات، فعل يا فعل محمد العتيق المقعودي الفلاسي. اهالي الهبوب اهالي الهبوب، الكعبي الفلاسي، اللحظات الاخيرة، البندقية البندقية، الكعبي البندقية مع المقعودي، فعلها فعلها المقعودي هنا، فعل يا فعل، روح روح بهذه الانطلاقة اهالي الهبوب اهالي الهبوب هنا بهذا الاداء الجميل. المقعودي المقعودي يظفر بهذه البندقية، هذه البندقية الغالية الى الهبوب الى الهبوب. سلام يا الفلاسي، سلام سلام يا المقعودي، سلام. تهانينا والناموس لمالك فعل محمد بن عتيق المقعودي الفلاسي، من ظفر بهذه البندقية الغالية لاهالي الهبوب. المركز الثاني كان وصول متعب، طلب من مصبح من سحيم بن علي الكعبي. المركز الثالث كان وصول متابعونا لعساء ضاري عبد الله بن سلطان الصريدي الدرعي. والمركز الرابع كان وصول مع هذه الانطلاقة اوس لسعيد بن مسلم بن عزيز المحرمي. وخامسا كان وصول متابعونا لعزاء هنا كيف كاسب بن خليفة بن سيف بن كاسب المسافري. هكذا هي النتيجة متابعونا الأعزاء، ذهبت البندقية الغالية في هذا المساء، أمسية لكاية لمحمد بن عتيق المقعودي الفلاسي، من قدم فعل ليأتي بهذا الفعل وبهذا الأداء الجميل. والبندقية الغالية تغادر إلى أبناء الهباب. سلام يا المقعودي، سلام. تهانينا مرة أخرى لهذا الشعار المنطلق دائما والذي يأتي بانطلاقة مميزة. وهنا لحظة وصول فعل كما تشاهدون أمامكم عبر عدسات قناة الوسطى من الزيد. وهنا التوقيت، أشوف التوقيت 6:50 من الثانية، يتحطم التوقيت في هذه الفترة المسائية. فعل مع البندقية الغالية محمد بن عتيق المقعودي الفلاسي. وسلام يا الاحباب، سلام، تهانينا والناموس.